طبعاً هذا في اللفت. الحين أنت هني في اللفت اللي هو تابع لهم. شوفوا لفت هاي دايمنشن. حظي حلو إنه ما في إلا شخص واحد في اللفت. نطلع لطابق what floor 78 طابق 74 اللي هو في السكاي ووك. ما تشوفون هني طبعا هني لما تتكلم على الروعة والخيال شوفوا معاي هذه 360 درجة حوالين بانكوك. هذا هو سكاي وورك شيء من الآخر. تقدر تقعد لغاية الساعة 7:30. طبعا أنا لفيت على الجهة الأخرى من المطل. شوفوا النهر، هذا النهر وهناك